بفيديو جديد وحلقة جديدة عن أصول عائلة العفانة. نبدأ بالصلاة على النبي. عائلة عفانة هي عائلة كبيرة وتنقسم إلى فخاذ عديدة، ومنها عفانه ترجع إلى عشيرة بني قيس القيسية، وهي عشيرة معروفة بالوطن العربي، وعفانة بريفلية، وذلك أيضا عشيرة كبيرة، وعفانها بكيرات، وهي عشيرة معروفة بقرية سور باهر، ويوجد في سور فلي هم البرادعية. ويرجع تاريخ آل عفانة إلى 6 قرون، اقصد بأن هذه العائلة قديمة وكبيرة، ولهم جد أيضا شارك مع صلاح الدين الأيوبي بفتح القدس، الذي أتى من الحجاز وكان معه جيشا كبيرا جدا. وبعض الوثائق تقول أن يوجد جذور لا لعفانة في مملكة العربية السعودية، وهي عفانه ذو حراز وذو حراز معروفين في مملكة العربية السعودية، وتوجد عائلة العفانة في الأردن وفلسطين والعراق والسعودية.